مشاهدي مصر وناسها، رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا بنتكلم عن رؤية مصر 2030، وطبعا تهدف رؤية مصر 2030 أن تكون بمثابة خارطة الطريق وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين. تعتمد استراتيجية التنمية المستدامة على 5 محاور، وهي التنمية والاقتصاد والبيئة والمعرفة والابتكار والعدالة الاجتماعية. النهارده معانا في فقره جديده مسمينها في حب مصر المواطن الذي بكى في حب مصر، النائب السابق حسين ابراهيم انعام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا ببرنامج مصر وناسها. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا يا فندم. برؤية حضرتك، يعني حضرتك اخترت ان انا اقدمك على بتايتل المواطن الذي بكى في حب مصر، عايز اعرف السبب يا فندم. انا لما بكيت على مصر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه كان وزير دفاع، يعني انا ما بكيتش قلت انا مين ولا حاجه. فكانت مصر ساعتها انا قلت مصر مش هتعمر. لما جه الراجل ده قلب الموازين، الحمد لله انقذنا من الحرق والقتل والدمار، وانقذ مصر وابنائها. فانا يعني كنت بعد، طبعا كان اللي يسالني بره، كنت اسافر بره وبتاع، اللي يسالني بره يقول احنا رايحين مصر النهارده، بلد الامن والامان، ام الدنيا مصر. انا بصيت وقت الخراب اللي حصل في مصر ما لقيتش ام الدنيا. وقت ما حضرتك بكيت كان في ايه حاصل في البلد؟ كانت البلد مدمرة بعد تفجير مديرية من القاهره. كان وقت تفجير مديرية من القاهره ومحطه البحوث، وخمس تفجيرات حصلوا في اليوم ده. فالاستغراب جامد. حضرتك زعلت على مصر؟ زعلت على مصر. انا بكيت بحرقه، يا ريت تعرضوا لي الفيديو ده. للاسف احنا معانا فيديو تاني. طيب حضرتك انتقدت البرلمان الحالي؟ نعم. وانا عايز اعرف انت ليه انتقدت البرلمان الحالي؟ طيب وعايز ايه من البرلمان القادم؟ انا انتقدت البرلمان الحالي اولا، هؤلاء النواب ضربوا بعض اول يوم على الهواء. البرلمان الحالي في غير لا كان على العالم يضربوا بعض اول يوم على الهواء. احنا النهارده الشعب المصري العظيم يعني كل واحد عطى امانه للنائب بتاعه، حملوا امانه. فحملوا امانه النهارده، عايزين نشوف امانه ما انا عايز اتكلم عن كده يا فندم. احنا مش بنشوف النائب بيشتغل غير في اخر دوره انعقاد للبرلمان. فيش في شغل. انا قلت حصلت انتكاسه للشعب المصري من هؤلاء. الامل في الله ثم رئيس الجمهوريه وليس في اعضاء مجلس الشعب، ده اللي انا قلته في الفيديو بتاعي. طب انت ما فيش ولا نائب من الموجودين حاليا شايفه بيشتغل على ارض الواقع؟ لا 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 لا، كله يا فندم دلوقتي نفسي. بنقول ايه؟ انا خذوا المناصب وخلوا يعني خدوا المناصب وخلوا الوطن. طبعا اغنيه شهيره لطفي المناصب، خدوا المناصب والمكاسب وخلوا الوطن. خلونا الوطن، خدوا اللي عايزينه، بس الوطن باقي. النهارده يقولوا الرئيس يعمل ايه لوحده؟ الرئيس النهارده بيحارب في الشمال وفي الجنوب. شايف حضرتك ان سياده الرئيس بيشتغل لوحده؟ شغال لوحده. النهارده انا اوجه ندائي الى محافظين مصر، اتقوا الله في شعب في مصر وشعبها. محافظين، اي مسؤول، اتقي مصر، اتقي مصر وشعبها، اتقي مصر وابنائها. النهارده احنا في غلاء، نقول غلاء، الغلاء جزء مننا احنا. احنا لو عندنا ضمير، التقصير في الغلاء من المواطنين مش من الدوله، ان هي من جشع التجار، من جشع التجار اللي هم مواطنين اصلا. نعم ايوه. النهارده نقول الغلاء من الحكومه؟ ان انا النهارده بيشتموني، لما اقول الغلاء مش من الحكومه بيشتموني، ولكن انا متقبل الشتيمه. وينظروا إلى المواطن الذي بكى في حب مصر، لن أحابي أحد، لن أحابي أحد، ولكن أي مسؤول مقصر أنا مش هسكت، مش هسكت، لأن بحب مصر، بحب مصر. النهارده لو عندنا ضمير نبقى أحسن دولة في العالم، وبإذن الله بقيادة هذا الرئيس إن شاء الله هنبقى مصر العظمى بإذن الله. إحنا النهارده عندي ابني، أنا مثلا عندي ابني محمد حسين، خريج جامعة القاهرة كلية حقوق دفعة 2016، تقدير جيد جدا، مقدم نيابة عامة. كل اللي يسالني مستوى مركز ابو طشت، ابنك عمل ايه؟ مش حبا في ابني، لا، في خونه واعداء وطن عاوزين يشوفوا ابن المواطن الذي بكى في حب مصر الى اين سوف يذهب؟ هل هيترفض او مش هيترفض؟ ولكن اوجه ندائي الى السيد رئيس الجمهوريه، ينظر الى ابن المواطن الذي بكى في حب مصر. انا لما بكيت على مصر ما قلتش انا مين ولا انا منين ولا حاجه، لا، الفيديو بتاعي لو موجود حاليا موجود، اي واحد يدخل على اليوتيوب يكتب مواطن يبكي على مصر بس. تمام. على العالم. فما قلتش انا مين، لان الرئيس كان وزير دفاع، ابنائي كانوا لسه. طب حضرتك اتكلمت عن ان في جشع من التجار لغلاء الاسعار، وفي النهايه ان التجار هم المواطنين. طيب حضرتك برضو بترجع ان الفساد بياتي من المواطنين،
ماشي، وارجعت برضو ان في تقصير من مجلس النواب. لما انا عايزه طيب احارب الفساد سواء من المواطنين سواء تقصير حكومي او من النواب، احاربه ازاي؟ نحارب الفساد ان مثلا احنا نقبل على اللحمه، يجينا الجزار كام الكيلو يا عم الجزار؟ قول لي الكيلو 160 جنيه. طيب ليه 160 جنيه؟ ما نقولش ليه؟ النهارده الشعب المصري ما بيقولش ليه؟ اقطع لي 5 كيلو، اقطع لي 10 كيلو، اقطع لي 6 كيلو، لا فاصل امشي استبعد، خلي اللحمه دي على جنب، بلاش لحمه، بلاش لا استبعد، زي احنا اعمل مقاطعه، اعمل مقاطعه. حصل موضوع في اسكندريه للسلعه اللي اسعارها في زياده. النهارده من 4 سنين اللحمه نازله. العجل النهارده لما كان لو مأخذ المواشي كان مثلا العجل ب 20,000 جنيه نزل 15,000، نزل 5,000 ونزل 10,000. طب ما النهارده زي وكانت الحمى القلعيه والبوريسيلا في البهايم، كانت البهايم تموت. طب ما هي النهارده زي امبارح. طب ولحمه الجيش مالها؟ احنا النهارده لحمه الجيش كان منزل الجيش لحمه ب 60 جنيه زي العسل، ما نجيب لحمه ب 60 جنيه. دايما الشعب المصري بيحب في اللحمه بالذات ياكل اللحمه البلد اللي بتتذبح قدامه. قدامه ازاي واحنا عارفين قدامه ولا مش قدامه؟ دي لحمه، دي لحمه جميله، يقول لك دي مضمونه، ما احنا دلوقتي شاكين اللحمه جايه يعني منين مش متاكدين. نيجي النهارده، انا في مره من المرات انا جبت علبه تونه والله بجد، بقيت امر بيها على المحلات نشوف ده ايه، ده عطاهاني ب 10، ده ب 11، ده ب 12، ده ب 15. الشعب بيقول لي فين الرقابه؟ فين يا عم النايب الرقابه؟ انت بتتكلم تقول الغلاء منينا والجشع التجار، فين الرقابه؟ نعم، اين الرقابه؟ احنا النهارده 27 محافظه يا استاذه، 27 محافظه، كل محافظه فيها كم مركز؟ وكل مركز فيه كم قريه؟ وكل قريه فيها كم نجع وكم عزبه؟ لا، احنا عاوزين دوله تحمينا ثانيه اذا ما حمناش انفسنا. الرئيس قال ايه؟ ساعدوني على القضاء على الفساد، مش قال كده؟ ساعد الرئيس يعمل ايه لوحده؟ الرئيس شغال، النهارده الرئيس بيعمل مشاريع عملاقه، عمل قناة السويس. يجي الشعب انا بيسالني، انا بلف في المحافظات كلها خلي بالك، بيقول لي ايه لازمة قناة السويس؟ طيب احنا معايا فيديو الاول ولا معايا مداخلة؟ طيب هنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني، استنونا. انا عجبني في الفيديو حضرتك بتشغل الماكينه بتاعتي والزرع شكله بتاعتي. جميل قوي صراحه. نعم نعم، انا هنا كاتب دي المزرعه إيه؟ بتاعت حضرتك دي المزرعه بتاعت حضرتي. دي النهارده بقول ايه انا للشعب المصري، مكتوب على اليوتيوب نائب الصعيد يوجه رساله للشعب المصري من داخل مزرعته. نقول ايه للشعب المصري العظيم؟ احنا عاوزين مصر تبقى عظيمه. انتج، اشتغل، انا بشتغل بيدي، اشتغل. انا بروح، انا هطلع من عندي كان اطلع على الصعيد هشرف على المزرعه، انا زارع حوالي 7-8 فدن بصل او 10 فدن، بشوف فروت ولا بشغل الماكينه بنفسي، بعمل كل حاجه بنفسي. ايوه، بنقول للشعب المصري العظيم تخش على المقاهي، اشتغل، انتج. الرئيس قال ايه؟ بما اننا يا فندم كنا بنتكلم عن الغلاء، في مداخله تليفونيه من الاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم. نورت برنامج مصر وناسها يا فندم. الله يخليك، الله يكرمك. استاذ محمود، من وجهه نظر حضرتك، القصور اللي حضرتك شايفه في الدوره البرلمانيه الحاليه ايه، وحضرتك عايز ايه من المجلس القادم ان شاء الله؟ اولا خلينا يعني اثني على اخر جمله قالها ضيف حضرتك، انا مش عارف مع حضرتك مين في سياده النائب حسين ابراهيم انعام يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ربنا يعزك يا استاذ محمود، ربنا يطول في عمرك يا رب. يحتاج وبسرعه الى الانتاج. نحن نحتاج إلى إنتاج كل ما أمكن، إن كلنا نستغل وقتنا في المرحلة القادمة في إن إحنا ننتج أكتر مما نتحدث، وننتج أكتر ما نقعد على القهاوي زي ما بيقول سيادة النائب، ونحاول
نفوق بلدنا، هذا البلد يستطيع أن يستفيق ويبقى أهم بلد في الدنيا لو إحنا اشتغلنا. خلاص إحنا البنية التحتية بتاعتنا اللي كانت مهترئة وضعيفة وصلت إلى مستوى رائع جدا، عندك طرق النهاردة توصلك للصحراء اللي ما كنتش عارفة توصل لها، النهاردة عندك أنفاق تدخلك سينا، النهاردة عندك لوجستيات تمكنك النهاردة أن أنت تصدري وتستوردي في الموانئ، أنت كان ممكن تقف البخر على في الغاطس في المينا قبل المينا باليومين والثلاث أيام والأسبوع عشان تلاقي مساحة على المينا تقف فيها، النهاردة عندنا موانئ اتطورت وعندنا الدنيا اختلفت، كل ده عشان ننطلق. خلاص احنا جهزنا امورنا عشان ننطلق الى الامام عشان نبني بلدنا، احنا عندنا استعداد ان احنا نبقى افضل من البرازيل. البرازيل كانت ظروفها الاقتصاديه اسوأ مننا، لكن النهارده البرازيل بقت ضمن 10 اقتصاديات ناجحه في العالم، واحنا نقدر نعمل ده. كلام الان ست نائب ده بامانه شديده، ازاي يا ريت نعمله، يا ريت نعمله وبسرعه ان شاء الله. انا امبارح اول امبارح كنت في الصور الزراعيه لافتتاح الرئيس. ايه حجم المتعه اللي انت تشوفيها ببلدك تفرحي؟ هي دي الحاجات اللي المفروض تتصدر للناس وتديهم امل في المستقبل، تديهم ان بكره افضل عشان ما تحسسهمش بالياس. اي بلد تدخليها في حاله تيئيس وحاله انه البلد مش كويسه ومش عارف ايه والناس عايزه تمشي، ده كلام مش صحيح. هذا البلد ناهض ويستطيع ان يتطور ويستطيع ان يبني. الكلام اللي انت حضرتك قلتيه فيما يتعلق بالنواب، ايه اللي احنا محتاجينه؟ احنا محتاجين لا بس القادمة. بما ان معذره يا استاذ محمود، حضرتك رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، وكان سياده النائب بيتكلم على ان الغلاء ارجعوا ان في قصور في الرقابه على المواطنين او على التجار، حضرتك شايف الغلاء سببه ايه في مصر؟ هو بامانه شديده عشان نكون صرحاء، ربما الجزء المتعلق بالرقابه ده مرتبط بالقانون، والقانون يحتاج الى تعديل. يعني انا بطالب سياده النائب يا ريت حضرتك تساعدنا، عندنا قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه يحتاج الى تعديل، لانه فكره الاحتكار في هذا البلد، في ناس ماسكين الاحتكارات في بعض السلع الغذائيه وماسكين الاحتكارات في بعض السلع الاستراتيجيه، ما حدش بيقدر يوقفهم لان القانون للاسف شديد ما يعملش كلام ده. تاني حاجه القانون يحظر على الحكومه انها تحدد هامش الربح مثلا. تمام، يعني هو في تقصير اصلا في القانون، يعني في تقصير في القانون نفسه. في بعض التعديلات تحتاج يا استاذ محمود اسمح لي الى تصحيح. تمام، اشكرك. اسمعني يا استاذ محمود، اشكرك يا استاذ محمود على المداخله، شكرا يا فندم، نورت برنامج مصر وناسها النهارده يا فندم. الرقابه مش مقصره النهارده، احنا كام بقول لك، احنا 27 محافظه، كل محافظه فيها كام مركز، وكل مركز فيه كام عزبه وكام ناجع وكام، النهارده في محلات مفتوحه في داخل المساكن لبيوت. هل الرقابه الاداريه هتدخل جوه بيتك تفتشه؟ هل كذا مننا احنا؟ كل حاجه القانون يحتاج لتعديل زي ما قال الاستاذ محمود العسقلاني. نعم. طيب كان حضرتك في ورق اسمه ان كنت ناسي افكرك كنت بتوزعه على الشعب، عايز اعرف حكايه الورق ده ايه؟ ان كنت ناسي افكرك، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لي ايه للشعب؟ ان كنت ناسي افكرك. النهارده احنا بنقول الغلاء، يا ريس احنا متنا جوع، يا ريس احنا كذا، يا ريس الله، ما الرئيس قال لكم، قال لكم يا جماعه هنزل انتخابات، انزل يا ريس، مفيش غيرك يا ريس، طيب ماشي نزل الرئيس وخلق البدله العسكريه الرئيس ونزل. فدلوقتي ايه؟ نقعد نقول في الراجل اللي عمره ما غلط في حد، نقول ايه للرئيس؟ الرئيس قال لهم ايه؟ هنجوع. نجوع معاك يا ريس، احنا عسكريين هنجوع بنستحمل الجوع. لا معاك يا ريس، احنا هنبني مصر طوبه طوبه، البيت لما جيت بني عاوز له 3 سنين او سنتين. معاك يا ريس. طيب النهارده الرئيس بيقول لهم لو كنت ناسي افكرك. ايه بتبات جعان؟ لا يا ريس الحمد لله. جيشك منشق؟ لا يا ريس الحمد لله. في طياره بترمي لك رغيف عيش من فوق؟ لا يا ريس الحمد لله. حضرتك في خيمه في الورق ده والنعم اللي هي موجوده في البلد. احنا للاسف الشديد حلقتي انتهت يا فندم، نورتني النهارده، ولازم قبل ما انهي الحلقه اقدم لحضرتك يعني كده حاجه صغيرة، ولكن حضرتك تستحق أكتر من ذلك. شكرا جزيلا. شكرا. من مؤسسة مصر الوطن للتنمية. يعني اعتراف بجميل حضرتك. شكرا. وشكرا لحضرتك جدا يا فندم. اتفضل. شكرا. شكرا جزيلا. نورت برنامجنا يا فندم. شكرا. ماشي شكرا. ماشي اتفضل يا فندم. مشاهدينا خلاص للأسف الشديد انتهت حلقتنا من برنامج مصر وناسها، انتظروني إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإن شاء الله معاكم مستمرين، وإلى لقاء آخر. We'll be right back.